السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله يا جماعه بخير. واللي متابع القناه من زمان عارف ان احنا عندنا سلسله بنجرب فيها اغرب مواد في العالم. جربنا مع بعض ماده تعتبر اسود ماده في العالم، وجربنا مع بعض ماده من تطوير ناسا بتخليك فعليا مضاد للماء تماما، والنهارده معانا مجموعه تانية من المواد الغريبه جدا جدا. وصلني من فتره مش طويله هذا الصندوق اللي جواه مجموعه من المواد الغريبه فعلا جدا جدا وحاجات لا تصدق اساسا. نبدا بحاجات صغيره وبعد كده ننتقل لحاجات اكبر واكبر، وخلينا نستكشفه مع بعض. بس الاول عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا عشان الموضوع ده اتكرر معايا كذا مره مؤخرا. وصلني الفتره اللي فاتت كذا ايميل من شركه شحن، والايميل شكله بروفيشنال جدا، بيقول لي ان عندي شحنه هتوصلني قريب، بس انا محتاج اضغط على اللينك ده عشان ادخل ادفع فلوس معينه عشان الشحنه توصلني فعليا، والا هترجع تاني للمصدر. المشكله انا مستني شحنه فعليا من الشركة دي، ولو ان انا ركزت شوية الحمد لله كان ممكن اتخدع خدعة كبيرة، عشان فعليا الايميلات دي مش جاية من الشركة اصلا. ولو فتحت هي جاية منين هتلاقي اسم متغير، هي كانت جاية من شركة ارامكس بس لقيتها مكتوبة مثلا ارامكس او حاجة زي كده. الموضوع على فكرة بيتسمى فيشينج، ولو انا ضغطت على اللينك ده وبيفتح لي ويب سايت شكله رسمي جدا، هحط بيانات البنك بتاعي وتوت كل حاجة طارت. طب ازاي تحمي نفسك من حاجة زي دي؟ اولا طبعا لازم تركز في اي ايميل جايلك، متضغطش على اي لينك او تفتح اي رسالة الا ما تكون متأكد انها حاجة رسمية. وطبعا حاجة تانية انك تستخدم السبونسر بتاع حلقة النهاردة نورد في بي ان، اللي عندهم خدمة الثريت بروتكشن اللي بتحذرك مباشرة من اي موقع او ايميل جاي من مصدر مشبوه. نورد في بي ان طبعا هو واحد من اكبر في بي ان كلاينتس في العالم، بيديك اكتر من 5500 سيرفر سريع جدا في حوالي 60 دوله، وكده تقدر تدخل على الانترنت كانك موجود في اي دوله انت عايزها، وكده طبعا تقدر تفتح مواقع او تستفيد من خدمات او تستفيد من عروض ما تكونش متوفره في المكان اللي انت فيه. على فكره تقدر تستخدم نورد في بي ان من 6 اجهزه في نفس الوقت، هو طبعا متوفر لجميع انواع الاجهزه من الويندوز الماك الايفون الاندرويد. وطبعا نورد في بي ان بيجي لك مع خدمه الانتي مال وير اللي مع بياناتك المتشفره مرتين، بتمنع اي حد يعمل لك تتبع، بتمنع اي حد موقع يعمل لك تتبع ويبعت لك اعلانات السخيفه اللي بتظهر لك اونلاين. عشان تستفيد من كل المميزات دي واكتر، كل عليك تدخل على nordvpn.org/عمردايزر، استخدم كوبون عمر دايزر، ولو اشتركت في اي اشتراك هتاخد تخفيض ممتاز وهتاخد كمان هديه اكسترا. وطبعا خدمه العملاء عندهم ممتازه وتقدر ترجع فلوسك في خلال 30 يوم. هسيب لكم لينكات اكيد في صندوق الوصف تحت الفيديو. اوكي خلينا نبدا مع عينه صغيره من اول ماده معايا النهارده، وهي بتجي لك في هذا المكعب الصغير جدا. المكعب ده فعليا سنتي في سنتي في سنتي، 10 ملي 10 ملي، وزي ما شايفين هو مكعب تحسه مصنوع من الحديد او نوع من المعادن. بس المكعب ده على حجمه الصغير ده يعتبر تقيل جدا، يعني انت لما تمسكه مش يعني تحس ان هو يعني المفروض يبقى اخف من كده بكتير، بس لما تمسكه فيك تحس هو ليه تقيل. طبعا المعادن المواد عامه بتختلف اوزانها حسب الكثافه، اكيد سمعتوا عن هذا الموضوع في حصه الفيزياء في مكان ما. كل ما تكون الكثافه اعلى يكون نفس الحجم من الماده دي اتقل، يعني مكعب زي ده مصنوع من ماده غير دي هيكون اخف منها. عشان دي فعليا تعتبر يمكن اتقل ماده تقدر تشتريها فعليا في العالم. لو انت شاطر في الفيزياء اكيد خمنت الماده دي، ولكن خليني اقول لكم عليها بعد شويه. خلينا نجرب مع هذا الميزان اللطيف ده، ميزان يعتبر بتاع اكل او اي حاجات زي كده. لو خدت المكعب الصغير بتاعنا وحطيته هنا، اوكي المفروض تتخيل انه هيطلع لك مثلا 1 2 3 جرام، بيطلع لك هنا 19 جرام. هو رقم تحسه قليل، بس لو حطيت اي مكعب من ماده ثانيه هتلاقيه اخف من الرقم ده 100%. مش هيبان ابهار الموضوع فعليا غير لما ناخده على سكيل اكبر شويه. ده مكعب ثاني من نفس الماده، ولكن 1.5 انش في 1.5 انش في 1.5 انش. خلينا نعمل له انبوكسنج مع بعض. خلينا نفتح هذا الصندوق اللطيف مع بعض. وعلى فكره اولا من قبل ما تفتح تحس في حاجه تقيله، هو تحس في ايه؟ ليه الصندوق تقيل بشكل غريب كده؟ نشيل الغطاء الموجود هنا. اوكي عندنا حاجه مصنوعه من بلاستيك هنا، ده يعتبر ستاند. نشيل الغطاء ده. ووصلنا لهذا المكعب اللطيف، طبعا اكبر بكتير من المكعب التاني اللي كان معانا من شويه واتقل بمراحل. المكعب ده على حجمه يعتبر وزنه مش منطقي، انا حاطه في ايدي حاسس في حاجه غلط. عارف الهامر الشاكوش بتاع ثور اللي هو تحسه حاجه من مش تقيله قوي كده بس محدش يعرف يشيلها، تحسها المفروض تكون مصنوعه من الماده دي. المكعب ده فعلا تقيل بشكل غريب، طبعا هو سوليد تماما ما فيهوش اي فراغات، ده مكعب مصنوع بشكل ممتاز زي ما شايفين الماشيننج بتاعه والتقفيل، مكعب حقيقي 100%. بس الوزن غريب يا جماعه، بص بيغرز في ايدي ازاي اصلا، بص بتحسه فعلا مغروز عشان هو تقيل، دي حاجه غريبه. كثافه الماده دي فعليا تعتبر رهيبه. خمنتوا المعدن ده ولا لسه لحد دلوقتي؟ المعدن ده يا جماعه اسمه تنجستن، موجود في الجدول الدوري باسم حرف W، وتنجستن يعتبر من اتقل المعادن في العالم، مترقب تقريبا رقم 4 او حاجه زي كده. والثلاث مواد الاولانيين اصلا محدش يعرف يشتريهم، او يعني خطر اصلا انك تحاول تشتريهم عشان هي مواد
يا مشعة يا سامة يا مواد قاتلة ما ينفعش أصلا تشتريها، وطبعا غالية جدا جدا. كثافة التنجستن 19.25، عشان كده هنا على الميزان 19 رقم ده جرام على سنتيمتر المكعب، اللي هو ده سنتيمتر مكعب. طيب حاجة بحجم انش ونص في انش ونص في انش ونص يكون وزنها كام؟ قبل ما نوزنه مع بعض خلينا نقول لكم بس مقارنة لطيفة. كلنا عارفين الحديد مادة تقيلة وقوية، كثافة الحديد 7.85، يعني اقل من نص كثافة التنجستن، ده يفهمك هو قد ايه تقيل. خلينا نوزن المكعب ده مع بعض على الميزان ونشوف هيطلع كام. حد فيكم يقدر يخمن كام؟ ممكن تحسبها بسهولة جدا، حط المكعب على الميزان يطلع لك وزنه almost كيلو. المكعب ده فعلي وزنه كيلو جرام في هذا الحجم الصغير، دي حاجة وزنها كيلو يا جماعة، دي حاجة غريبة جدا. بس انا عشان تحسوا برضو بالفرق، عشان تفهموا قد ايه المعدن ده دنس جدا، خلينا نقارنه مع حاجة تانية خفيفة شوية. عندنا صندوق تاني فيه مكعب من مادة اشهر بكتير من التنجستن ومستخدمة اكتر بكتير كمان، وهو الالومنيوم. الالومنيوم طبعا بيستخدم في كل حاجة حوالينا، من شبابيك البيت للطيارات للعربيات لطبعا فريمات الموبايلات الكتير اللي بنجربها مع بعض. الالومنيوم مادة منتشرة اكتر بكتير من التنجستن، ارخص وسهل تلاقيها في الطبيعة. وبص المكعب ده بقى، بص المكعب ده شكله كول ازاي. المكعب الخطير ده هو سوليد الومنيوم، يعني ما فيهوش برضه فراغات، وطبعا حجمه اكبر بكتير من المكعب اللي كان معانا قبل كده. ده يعتبر 2.8 وشويه انش، 7 وشويه سنتي، شكله كول جدا بصراحه. الالومنيوم زي ما انتم شايفين لونه مختلف والماشينينج بتاعه غير، والكثافه بتاعته كمان غير اكيد التنجستن. بص فرق الحجم ما بين ده وما بين ده قد ايه، فرق الحجم كبير جدا، ده حاجه صغيره وده حاجه كبيره. طيب لو حطينا المكعب ده على الميزان هيدينا كام؟ يلا عايز تخمينات اكتب كده في التعليقات هيطلع وزن مكعب الالومنيوم قد ايه. خلينا نفكركم تاني بالتنجستن، كان اولموست 1 كيلو، اوكي 995 96. لو حطينا هذا المكعب الاكبر منه بكتير على الميزان هيطلع نفس الوزن 994 995. الاثنين دول يا جماعه نفس الوزن، انت بتخيل حاجة مذهلة بصراحة انك تشوف تعريف الدنسيتي او الكثافة كده قدام عينك، الاتنين دول نفس الوزن بالظبط رغم فرق الحجم رهيب جدا. تحس ده ممكن يعمل، ده ممكن يعمل 4 من ده اساسا، لكن الاتنين نفس الوزن بالظبط زي ما شفتوا، كل واحد من دول وزنه كيلو. طبعا هنا بتحس عشان حجمه صغير بتحس وزنه اتقل، بس هما الاتنين طبعا نفس الوزن، بس هنا عشان الوزن متوزع على مساحة اكبر فتحسه اسهل في الشيل، هنا بتحسه فعليا بيغرس جوه ايدي. الموضوع مش منطقي، تحس حاجة غريبة، تحس مخك مش قادر يفهم ليه المفروض ده يبقى، المفروض ده يبقى أتقل، المفروض إن أنا أمسك ده أحس إن هو وزنه أكبر من ده، بس الموضوع زي ما شفتوا نفس الوزن بالظبط على فرق حجم مهول ما بين الاتنين. عشان كده التنجستن مادة مذهلة جدا زي ما شفتوا، مادة تعتبر غالية كمان في الطبيعة، بيستخدم في حاجات كتير، الحاجات اللي محتاجة تبقى وزنها تقيل من غير ما يكون حجمها كبير قوي، بيبقى في أوزان كده بتتحط في المباني العالية عشان تكون تعمل كاونتر ضد الزلازل. تستخدم من التنجستن، يستخدم كمان كعزل ضد الاشعاعات في حاجات المعدات الطبيه والاكس راي وما الى ذلك. وميزه السيئه كمان في التنجستن ان هو يعتبر صاحب اعلى درجه حراره للانصهار في كل المعادن، 3410 درجه مئويه، رقم مذهل جدا. عشان كده بيستخدم برضو في الحاجات اللي فيها اضاءه، الكويلز التنجستن دي عشان بتسخن وتحمر لكن مش بتنصهر، فده معدن مذهل جدا. وبصراحه انا بحب الحاجات دي، معرفش انتوا بتحبوها ولا لا، بس فكرة انك تشوف الحاجات الفيزياء كده على الطبيعة تحس فعلا ان الموضوع خطير. فرق الحجم مش منطقي ونفس الوزن في ايدك، لو غمضت عينيك هتحس بحاجة غريبة. اوكي نسيب اتقل مادة تقدر تشتريها في العالم التنجستن، ونحاول على مادة تانية غريبة جدا جدا، مواصفات تعتبر معاكسة للتنجستن، وهي هذه المادة. اسمعوا لكم يا جماعة على الجاليوم. الجاليوم مادة عجيبة جدا جدا جدا، زي ما شايفين هو معدن بس بيجيلك في انابيب زي دي كده، لما بتطلبه في عين عايز تشتري جاليوم بيجيلك في انبوبة، حاجة كأنها المفروض تكون سائل، وفي سبب لهذا الموضوع. كنا بنقول التنجستن درجة الانصهار بتاعته 3410 مئوية، الجاليوم درجة الانصهار بتاعته 29 وشوية، يعني فعليا لو أوضة حارة شوية الجاليوم هيكون مادة سائلة، يكون حاجه شبه الزئبق كده بيكب فعليا. فخلينا نسخنه شويه كده ونشوف هيكون شكله عامل ازاي. طيب عشان نبقى جاهزين، ده طبق فيه شويه ميه سخنه، مش مغليه ولكن ميه سخنه، وهنحط فيها
انابيب بتاعت الجليم دي ونشوف هيحصل له ايه. زي ما قلنا بينصهر في درجه حراره 29، فيعني المايه دي تعتبر بالنسبه له اسخن مفروض بكتير من درجه الانصهار بتاعته. سيبها شويه كده ياخد شاور سخن كده، مباشره بدا فعليا يسيح. انا شايفه جوه الانبوبه بدا المعدن يتحرك. اوكي، بدا فعليا ينصهر. تخيل معدن بينصهر ممكن في درجه حراره تمسكه في ايدك، لو قفلت على ايدك فتره طويله ممكن توصل حرارتها ل 30 وينصهر معاك. بنسمع اسم الجاليوم كتير مؤخرا على فكره في الشواحن، بس مش الجاليوم نفسه، الجاليوم نايترايد، الماده اللي بتستخدم عشان تخلي الشواحن اخف واصغر وتكون امن كمان. اكيد سمعتوا الاسم مؤخرا، مستخدم كمان هيستخدم في البطاريات بعد كده. وزي ما شايفين الانبوبه دي اوريدي بدات تنصهر جدا، تحس تدخل جواها ميه بس لا هي مقفوله، هو المعدن نفسه هو اللي بدا يتحول لسائل. شكله غريب جدا جدا، تحس فعلا شبه الزئبق دي لسه شويه، معرفش ده متحجر شويه. لا بدا يفك اهو، واو ده معدن يا جماعه. وبعد وقت مش طويل اطلاقا من الانتظار الجاليوم فعليا بقى سائل. عارفين ترمينيتر الجزء الثاني باين اللي كان فيه الروبوت اللي كان بيجي وراه كان بيتحول لماده سائله كده، تحسه كده فعليا ماده لونها سيلفر، هو شبه الزئبق لكن سائله، يعني معدن سائل، حاجه مش منطقيه، حاجه غريبه جدا. تاني كمان ساح تماما، واو. طيب اللطيف في الموضوع انك ممكن تصب بقى الجاليوم ده في قوالب وتشكله لاي شكل انت عايزه عشان هو يعني هينشف معاك بسهوله بعد كده. الموضوع هيقلب برنامج طبخ شويه بس مش مشكله، كله في سبيل العلم. ده قالب بتاع اكل اساسا تعمل فيه كيك ولا حاجات زي كده، وانا عايز اكوب واحد فيهم هنا ونشوف كده هنكبه ازاي. على فكره هو انت ممكن بسهوله تسحبه بسرنجه، تسحب السائل اللي جوه بسرنجه ونصبه هنا. خلينا نجرب مع بعض كده. اوكي، سائل يا جماعه، ليكويد ميتال. اوكي، نشفط شويه. واو منظره غريب جدا يا جماعه، بص المنظر الغريب ده، حاجه سيلفر جدا. اوكي يا الهي، شكله غريب جدا. بص كده على الماده اللي صبناها دي، هو فعلا ترمينيتر، ماده عجيبه جدا، شكله رهيب. اوكي خلينا ناخد شويه جرعه كمان. انا بستغرب من السهوله اللي بيتشفط بيها جوه السرنجه، مفيش اي مقاومه اطلاقا، هو فعليا سائل تماما. اوكي بوظنا الدنيا كده، بوظنا الدنيا، شكله عجيب جدا يا جماعه. انا بحاول اعبي الفراغات او الاطراف بتاعت النجمه بتاعتنا دي عشان يطلع شكله لطيف في الاخر. اوكي طبعا زي ما شايفين هو لسه سائل تماما، بس لو سيبناه يبرد شويه صغيرين هيبقى المفروض يتحول حاجه صلبه زي ما هنجرب دلوقتي. والتاني عشان قاعد لسه بياخد الشاور السخن بتاعه فما زال يعتبر سائل تماما. اوكي خلينا نسيبه شويه. الجاليوم المعدن اللي مش قادر يمسك نفسه ده يعتبر خطر كبير جدا على الالومنيوم. اذا عرضت الالومنيوم على يعني حطيت الجاليوم على الالومنيوم الاثنين بيختلطوا مع بعض، الجاليوم بيتخلى الالومنيوم ويتحول لسبيكه جديده. السبيكه دي بتكون بريتل جدا، تعرف فعلا تكسرها بايدك. انا حبيت اختبر هذا الموضوع. الالومنيوم ده ممكن طبعا المكعب بتاعنا بس مش عايزين نبوظه، لكن انا جبت كانت تكون مصنوعه من الالومنيوم، بس لطيف انك تخربشها شويه عشان يتخلل ليها الجاليوم بسهوله. فانا هعمل كده دلوقتي ونصب شويه من السائل فيها ونشوف هيحصل فيها ايه. فدي كان دايت بيبسي عاديه جدا جدا، مفيش اي حاجه مميزه. انا هجيب سكينه وعملت شويه زي خرابيش كده على سطح الكان هنا، المكان اللي هصب فيه شويه جاليوم عشان يقدر يتخلل بسهوله جوه الالومنيوم، عشان ممكن يكون عليها كوتينج او تغطيه ما تكشفش سطح الالومنيوم الحقيقي. خلينا نعمل خربشه كده ونشوف. اوكي عملنا شويه خرابيش ودلوقتي مش محتاجين كتير، شويه جاليوم من السرنجه وهنسيبه كده شويه يتفاعل مع الالومنيوم وياخد راحته كده معاه. اوكي فات وقت قليل، دلوقتي نرجع نشوف حصل ايه في التجارب بتاعتنا. واضح ان لسه محتاج شويه وقت، انا مستغرب مع ان جو الاوضه بارد، بس زي ما شايفين بدا جزء منه يبقى سوليد وجزء منه يبقى سائل. شكله غريب جدا بتاع ده يا جماعه، بص ما تفهمش هو عباره عن ايه، حاجه كده. واو في حته دلوقتي بقت سوليد فعليا، بقت حته ميتال، والباقي اللي جوه لسه ليكويد. شكله غريب جدا، كم تعمل فوكس عليه، بص حاجه بتتكب فعليا. واو مش منطقي. اوكي خلينا نسيبه ده، باظت التجربه دي نوعا ما. خلينا نشوف بقى دي حصل في ايه، وفعلا شكل حصل حاجه غريبه، شكل الجاليوم فوق سود كده. خلينا نحاول نشيل شويه الجاليوم اللي تصلبوا فوق دول. اوكي هل الكيان زي ما هي ولا لا؟ نشوف، المفروض ان هو
بيخلي الالومنيوم واو الالومنيوم بيتقشر يا جماعه. بص بص خلاف فعليا عباره عن كانه فويل بسكوت، مش بس في الحته اللي اتصاب فيها، انتشر التاثير بتاعه كمان حوالين المنطقه. واو اظن لو حطينا كميه اكبر، بص حطينا كمية اكبر هنخليها كمان كلها تبقى حاجة متهلهلة كده. بص نعمل زي المونيوم بقى بيتفتفت. فاذا عندك جاليوم ما تقربوش من المونيوم عشان ما حصلش معك هذا المنظر العجيب جدا. انا عارف فيديو النهاردة مختلف حبتين، بس اتمنى تكون عجبتكم التجربة، حاجة مختلفة ولطيفة وفيها برضو شوية معلومات. لو عجبكم الفيديو ريت منسوش لايك عنيف، ريت كمان تشتركوا في القناة، تشغلوا جرس التنبيهات عشان نعرف كل التجارب والاختراعات الجديدة اول باول. ريت كمان تابعوني على انستجرام فيسبوك تويتر او تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.